في ظل المشهد السياسي في ليبيا والانسداد اللي حاصل الآن وتوغل وسيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس، نؤكد بأن أقليم برقة الآن خارج الاتفاق السياسي. كذلك ندعو أعضاء مجلس النواب عن برقة ومشايخ وحكماء وزعماء القبائل في برقة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء لاجتماع يوم الخميس القادم في مدينة بنغازي لاتخاذ بعض القرارات ما يخص الاتفاق السياسي وحقوق أقليم برقة.